السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمزة فضيلي في درس جديد في الفورماسيون ديالنا لانجينيوري او روتيير. في الدرس الماضي تعرفنا على لي جي ان تي والدور ديالهم في لي ستركتور روتيير. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على لي سي سي ديال كاركتيريزاسيون باش نعرفوا نقراو واحد الرابور جيو تكنيك. اذا الكاركتيريزاسيون ديال une GNT يعني grave non traitée سواء جبناها من البالاستيير يعني الكاريير اللي كيكون وسط الواد سواء من الجبل اللي كيتسمى الغوش ماسيف خاصنا نديرو ليها لي كاركتيريستيك سويفونت. اول كاركتيريستيك خاصنا نشوفو ليها لا غرانولاريتي ديالها. ملي تنهضرو على لا غرانولاريتي يعني لو ديمونسيونمون دي غران لي ديمونسيون دي غران هضرنا يعني لا بارات ديال لي غران. شنو كيهمنا هنا؟ كيهمنا دائما ان البورسونتاج ديال لي زيليمون فان يكونوا قليل وهادشي مازال غنشوفوه ان شاء الله في لي فيش تكنيك ومنين نهضروا على لي سي اون ديتاي لا غرانولاريتي. عندنا لي سي اللي كنستعملوه هي لاناليز غرانيلوميتريك لاناليز غرانيلوميتريك داكور l'analyse granulométrique. Pour ce la partie fine, yani la partie des éléments les inférieurs à 80 micromètres, qu'est-ce que c'est la sédimentométrie. La sédimentométrie. Inch'Allah, on va voir tous les essais en détail avec un exemple pratique. Alors, on va voir le stylo, je ne sais pas. Deuxième caractéristique, la dureté. La dureté, yani, qsouhiya ديال داك الماتيريال. Qsouhiya ديالو. باش يرسيستي لينا les actions ديال الترافيك. كنستعملو deux essais. Les huma. Los Angeles. LA. Ou les MDE. Micro de val en présence d'eau. Los Angeles, qui m'a rendu fou le quatrième label LA, elle dit que la résistance au choc. Il y a la résistance du matériau, donc le choc. Et nous, parce qu'on a fou, où est le matériau d'Iana, il va résister aux actions du trafic ou pas. Il y a les actions du trafic ou l'air. Donc, Los Angeles, résistance au choc. N'est-ce pas le MDE, le micro d'ovale en présence de l'eau. Le micro d'ovale qui la résistance à l'usure. La résistance à l'usure. Alors, la formation, on va voir en détail la granularité, la dureté, la dureté. On va voir comment ils écrivent un rapport géotechnique réel. Quelle est-elle? Il y a la propreté. Mais il y a une information différente avant d'entrer dans la propreté et la dureté. Parfois, pour les sols rocheux, c'est-à-dire les sols rocheux, on va voir les sols rocheux, on va voir les sols rocheux ou le micro d'ovale. هذا كاسبيسيال مثلا نهضروا عليه ان شاء الله في ديمونسيونمون كنهضروا على لي سي ديال ديغرادابيليتي اللي كيترمز ليها بالتي جي اللي كتعوض لوس انجلوس او فراغمونتابيليتي. دونك هاد لي دو سي كيعوضوا لوس انجلوس او الميكروبوفال اللي هما لي سي دو ديغرادابيليتي اي لي سي دو فراغمونتابيليتي. تقريبا فراغمونتابيليتي كتعوض لينا لوس انجلوس و ديغرادابيليتي كتعوض الميكرو دوفال اون بريزونس دو. مازال غنشوفو ان شاء الله هاد لوكا بالنسبة لي سول غوش. ثالثا هي لا بروبروتي. لا بروبروتي ملي كنهضرو على لا بروبروتي كنهضرو على البورسونتاج دي زيليمون فان يعني شحال هما العناصر لي صغار بزاف كاينين. لان قد ما كانوا العناصر الصغار شنو كيديرو il détruit la corrosion donc avec la il détruit la cohésion donc la cohésion entre les matériaux ma tête couche on a la cohésion donc on a le pourcentage des éléments fins
يكون صغار ما امكن. شنو كنستعملوا؟ عندنا لانديس دو بلاستيسيتي اللي كيترمز ليه بالاي بي، كنجبدوه من واحد ليسي اللي كتسمى ليميت داتير بيرغ. ليميت داتير بيرغ حتى هي غنشوفوها ان شاء الله. عندنا ليسي ديال ليكيفالون دو سابل فوا اون ديتاي ايكيفالون دو سابل، وعندنا ليسي ديال الفالور او بلو دو سول او بيان لو بلو دو ميثيلين. هاد لي زيسي كا كاركتيريزيو لينا لا بروبرتي ديال لو ماتيريو. رابعا عندنا لونغيلاريتي، البارامتر الرابع اللي هو لونغيلاريتي. لونغيلاريتي مهم بزاف بور لا كاركتيريزاسيون ديال الماتيريو جي ان تي. دونك لونغيلاريتي تنقيسوها بليسي لا نشوفها ان شاء الله، هي لانديس دو كونكاساج. مهم بزاف هاد لانديس دو كونكاساج، سواء كنتي تقني او لا انجينيور في لي روت ضروري خاصك تعرف لانديس دو كونكاساج. هادشي علاش غادي يكون هو الموضوع ديال الحلقه المقبله ديالنا ولا الحصه المقبله ديالنا ان شاء الله، غادي نهضروا فيها اون ديتاي على لونغيلاريتي. خامس بارامتر غادي نحاول نكتبو تحت باش في الاخر نديرو مراجعه، اللي هو لا فورم، الشكل ديال الماتيريال. دونك فهنا الماتيريال ملي تكون هكا ابلاتي في الكومباكتاج ما تيكونش مزيان. دونك لا فورم مهم بزاف داكوغ. دونك تنقيسوها بليسي اللي كيتسمى الكويفيسيون دابلاتيسمون. الكويفيسيون دابلاتيسمون فوالا. دونك راه ما بينش مزيان، غادي نحاول نكتبو ليكم من الفوق منين نسالو المراجعة ديالنا. دابا غنديرو مراجعة عامة. دونك هنا لي جي ان تي، جي ان ا، جي ان بي، جي ان سي، جي ان دي، جي ان اف 1، جي ان اف 2، جي ان اف 3 الى اخره. كيفاش غنميز بيناتهم؟ كنميز بيناتهم بخمسه ديال لي بارامتر. هاد خمسه ديال لي بارامتر هما اللي تيخليو الثمن ديال هاد لي ماتيريو يختلف. سيرتو هذا راه نهضروا عليه مهم بزاف، سيرتو لونغيلاريتي. لونغيلاريتي كتسوى الفلوس، هاد بارامتر 4 كيسوى الفلوس. دونك لا غرانيلاريتي يعني ديمونسيون ديال ليكران، كنقيسوها بلاناليز غرانيلوميتريك بالنسبه لا بارتي سوبيريور ا 80 ميكرومتر، وبالنسبه لا بارتي لي انفيريور ا 80 ميكرومتر كنقيسوها بلا سيدومونتوميتري. هادي لا بارتي انفيريور ا 80 ميكرومتر. لا دورتي القصوحيه ديال الماتيريال تنقيسوها بدوز اس اللي هما لوس اون شليس لا ريزيستونس او شوك، و كنقيسوها بلين دي او اللي هي لا ريزيستونس ا ليزور. قلنا بارفوا لي سول روشو كتكون عندنا لي سي ديال ديغرادابيليتي اي لي سي ديال فراغمونتابيليتي، و غنشوفو ان شاء الله اون ديتاي ملي نوصلو للديمونسيون. و كنت قلت واحد الخطا في الفيديو ديالي، هو ان لا فراغمونتابيليتي كتعوض لوس اون شليس تقريبا برينسيپ ديال لوس انجلوس، و الام دي او كتعوض بليسي ديال ديغرادابيليتي. دكوغ لا بروبرتي، قلنا لا بروبرتي ما كنبغوش لي زيليمون فان يكونوا بزاف. علاش؟ لانهم كياثروا على لا كويزيون. لا كويزيون داك الالتهام ما بين المكونات، عقل على هاد الكلمه لا كويزيون. لا كويزيون بما ان هذا ملخص عام تنحاول نعطي معلومات عامه، دونك من غادي نوصل كل بارامتر بوحديته فنهضروا عليه ان شاء الله اون ديتاي. كنقيسوها بلي بي اللي هي لانديس دو بلاستيسيتي عن طريق لي سي اللي هي ليميت داتيربيرغ، او لا بليكيفالون دو سابل، او لا بالفالور في بي فالور او بلو دو ميثيلين او بيان او بلو دو سو. كاتريام بارامتر اللي هي لونغيلاريتي، مهمه بزاف قد ما كيكونوا لي ماتيريو شاربونتي. شاربونتي يعني هادو هما لي ماتيريو شاربونتي، يعني بالدارجه ديالنا مقمقمين. دونك ملي تيكون الماتيريو مقمقم كيلتحم مع بعضياتو وكيكون عندي ان بون كومباكتاج. دونك قد ما كان الكويفيسيون
أو للاندي سكون كاساج مزيان قدر المات قدمار الماتيريو أنجيلو وغيعطيني أن بون كومباكتاج. وخامس بارامتر اللي هو لا فورم اللي هم الكويفيسيون تاع بلاتيسمون. كويفيسيون تاع بلاتيسمون يعني لا فورم ديال الماتيريو الشكل ديالو ما خصيش يكون ابلاتي بحال التيمومة ديالنا بالدارج. نقولو التيمومة غالبا هذا المشكل تيكون ملي كنجيبو الماتيريو من الواد يعني من الواد يعني البالاست البالاستيغ. فوالا دونك هادو هما لي بارامتر ديدونتيفيكاسيون ديال لي جي ان تي. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل اللي غنهضرو فيه اون ديتاي على البارامتر الرابع لونكيلاريتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.